السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. اليوم سنتطرق إلى الجهاز العصبي الذي يساعدنا بتمييز مجموعة من الإشارات التي تأتي من الوسط الخارجي، ويقوم طبعا بردود أفعال مختلفة سواء كانت إرادية أو لا إرادية. يعتبر الجهاز العصبي كشبكة اتصالات التي تربط بين جميع أعضاء الجسم عن طريق مجموعة من الأعصاب، حيث تمتد من أطراف الجسم وأعضاء الداخلية إلى الدماغ. طبعا هذا بالنسبة لتركيبته، أما وظيفته فهي أنه يسيطر على كافة أعضاء الجسم ويتحكم في حركته. الجزء الأول في الجهاز العصبي هو الجهاز العصبي المركزي، ويضم مخ، مخيخ بصل استثنائية، والنخاع الشوكي. بالنسبة للمخ يعتبر مركز التحكم الرئيسي، حيث يقوم باستقبال الإشارات العصبية وتحليلها وإرسال سيالات عصبية عبر الأعصاب لمختلف أعضاء الجسم، ليتم استقبالها من طرف هذه الأعضاء فتستجيب له وتنفذ الأوامر المرسلة. أما المخيخ فهو مسؤول عن توازن الجسم أثناء الحركة والوقوف، وبالنسبة للبصل الاستثنائية فهي تربط بين المخ والنخاع الشوكي، وتنظم أيضا عمليات لا إرادية في الجسم كالتنفس. لكن يبقى السؤال، لماذا يعتبر المخ مركز تحكم رئيسي في جسم الإنسان؟ أجيب على هذا السؤال سنغوص أكثر في المخ. المخ منقسم إلى نصف مخ أيمن ونصف مخ أيسر، مرتبطين بأعصاب، حيث يتحكم نصف المخ الأيمن بنصف الجسم الأيسر ونصف المخ الأيسر بنصف الجسم الأيمن. لكن رغم انقسام المخ إلا أن له نفس القشرة المخية التي هي باللون الرمادي ونفس الجزء الداخلي الذي لونه أبيض. إذا دققنا في بنية الدماغ نجد أنه يتكون من خلايا عصبية التي تعتبر الوحدة التركيبية للجهاز العصبي، حيث يتكون من تشعب عصبي منه تأتي السيالة العصبية، وتعالج في جسم الخلية لتنتقل عبر محور الخلية إلى خلية عصبية أخرى. المخ إلى 5 فصوص. الفصل الجبهي الذي موضح في الصورة باللون الأحمر ولديه وظائف متعددة تتمركز على تنظيم السلوك الاجتماعي. الفصل الجداري الذي باللون الأصفر ومسؤول على الأحاسيس والإدراك والتفكير المكاني. الفصل الصدغي الذي باللون الأخضر ويقوم بمعالجة الأصوات السمعية. الفصل الحوفي يكون داخل الدماغ على شكل قوس، وهو مسؤول عن نقل الذكريات المدى القصير إلى الذاكرة في المدى البعيد. الفصل القدالي الذي باللون الأخضر الفاتح، وهو مركز البصري في الدماغ. في هذه الفصوص نجد باحات حسية، أي التي ترتبط بالحواس الخمس، وهي باحة الحساسية العامة، الباحة الشمية، الباحة البصرية، الباحة السمعية، والباحة الذوقية. فمثلا عندما نرى منظرا معينا توصل إشارات عصبية من طرف العين إلى المخ، حيث يتم تحليلها ومعالجتها في الباحة البصرية وإرسال سيالات عصبية للعين عن ماهية هذه الصورة. هذا الأمر إذا تذوقنا أكلا معينا يتم إرسال إشارات إلى الباحة الذوقية، وهكذا، حيث أن كل جزء في الجسم له منطقة معينة في القشرة الدماغية. النخاع الشوكي هو جزء من الجهاز العصبي، يتكون من مادة خارجية لونها أبيض ومادة داخلية لونها رمادي، ويعمل كحلقة وصل بين الدماغ وجميع أعضاء الجسم، لأنه الممر الرئيسي للسيالة العصبية الحسية والحركية، وهذه هي وظيفته الأولى التي تقتصر على الحركات الإرادية. وظيفته الثانية فهي الحركات الإنعكاسية التي تعتبر كأفعال لا إرادية يقوم بها الجسم نحو مؤثرات مختلفة، كعندما نلمس شيئا ساخنا نسحب يدنا بسرعة، أو عندما ننزلق يقوم الجسم بردة فعل ليعيد الاتزان للجسم، حيث توصل إشارات إلى النخاع الشوكي ليقوم بتحليلها ويرسل بدوره سيالات عصبية للقيام بردة فعل. الجهاز العصبي المحيطي الجزء الثاني من الجهاز العصبي، يتكون من أعصاب التي تربط بين الجهاز العصبي المركزي وكافة أعضاء الجسم. هذه الأعصاب تكون إما أعصاب حسية تحمل المعلومات من الأعضاء إلى الجهاز المركزي، أو حركية ترسل الإشارات من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء الجسم. كل شيء أصدقائي، نلتقي في موضوع آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.